دجلة وحليب مع الدكتور لهفيلي منصر. مرحبا بكم أحبابنا المستمعين، أسعد الله صباحكم وبارك في الخير أعمالكم. ومن حدثته نفسه بتكبر تجده صغيرا في عيون الأقلة، ومن كان في حالاته متواضعا مع الله عزته جميع البرية. هذا من شعر الصالحين والعارفين، والحديث هنا عن فضل التواضع، وكل حديث عن التواضع يقود إلى حديث عن التكبر وعن الكبر. وصعب جدا أن نعرف بالدقة والتحديد من هو المتواضع ومن هو المتكبر. هناك من يظهرون للناس من بعيد متكبرين، وما هم كذلك حقيقة. هم يتعاملون بمسافة وبتحفظ وحيدة مع محيطهم الاجتماعي، ولا يريدون المشاركة فيما لا ينفع ولا يفيد. وهؤلاء قد يقال عنهم أنهم متكبرون. الاختلاط بالناس وحضور مجالس الناس لا يدل على تكبر ولا يدل على تواضع. هناك من يبدو من بعيد متواضعا، يلقى الناس بالبسمة، ولكن سرعان ما نكتشف أن بسمته خادعة، وأن كل فعله تقريبا فعل في الشر. بقي أنه هناك مقياس لا يخطئ، وهذا المقياس هو الظلم. المتواضع لا يظلم الناس ولا يعتدي على حقوقهم، أما المتكبر فيكون قريبا جدا من ظلم الناس وقريب جدا من التعدي. الأمور بالتالي قلبية باطنية، والله في النهاية هو أعلم بالمتواضعين وبالمتكبرين. إبليس كان عابدا، ولكن الله فضح الكبر الذي بقي زمنا طويلا ساكنا فيه بداخله. ما الذي يجعل المرء يكون متواضعا، وما الذي يجعل هذا المرء متكبرا؟ الأنا أو النفس، من ظن أنه الأفضل والأحسن والأرقى والأسمى والأجدر سقط في الكبر، سقط تلقائيا وآليا. وهذا موقف إبليس أيضا الذي قال عن آدم أنا خير منه. اعتقاد الإنسان في نفسه الخير يقوده إلى المهالك، تزكيته لنفسه يجلب له كل خسران. والقرآن ينهى نهيا قاطعا عن تزكية النفس، لا تزكوا أنفسكم، ولكن لا حياة لمن تنادي. الحل ليس في أن يزدري المرء نفسه ويحتقر نفسه، فهذا يذهب بكرامته ويذهب بعزته التي فطره الله عليها. الحل في حال من التوازن. كل المشكل يأتي من النزوع إلى الكبر، فهو وراء كل طغيان ووراء كل ظلم. والتكبر يكون في مستوى الجماعات الصغيرة الضيقة المحدودة، يكون أيضا في مستوى الأسرة، في مستوى الحي، في مستوى المدينة، وفي مستوى الوطن، ويكون في مستوى العالم بأسره. هناك دول متكبرة متجبرة لا يقر لها قرار إلا وهي معتدية مهيمنة مستغلة محتلة لدول ومجتمعات أخرى. يفترض في الإيمان بإله واحد قاهر جبار حي قيوم كامل، يفترض في هذا الإيمان أن يلجم الكبر وأن يردع المتكبرين. فهؤلاء عندما يقارنون أنفسهم بهذا الإله العظيم يكتشفون أنهم أمامه لا شيء. وعليه فإن الكبر والإيمان لا يلتقيان، وإن التقيا فلا حول ولا قوة إلا بالله. بالمنطق لا يلتقيان، بالفكر وبالذوق أيضا لا يلتقيان. أول فضيلة من فضائل الإيمان الحقيقي أنه يضع الذات الإنسانية في مربعها، فإن هي قبلت بهذا المربع وبهذه الحدود ضمنت تناسقا مع باقي المربعات، وإن هي طغت وتجاوزت اصطدمت بكل المربعات واصطدمت بالكون بأسره واصطدمت بالجميع. الإنسان بالتواضع يكبر، أما بالكبر فإنه لا يكبر بل إنه يصغر. وإلى لقاء يجمعنا بكم قريب، دمتم رحما ودمتم مرحومين. دجلة وحليب مع الدكتور لهفيلي منصر.